هنا من أجل مطلب أو مطالب بسيطة جدا. هذه المطالب هذه ديالنا لا تحتاج إلى هذا التوقيف كله على ديال الدراسة. هذا التوقيف على الدراسة لهذه المدة السبب ديالو هو تدبير الوزاري، أن عندنا وزراء ممكن نقولوا فاشلين. نجيكم من الاخر، لان هاد الوزراء هادو كان ممكن يدبروا الازمه بشكل بسيط. اذا الاساتذه نهار داروا الاضراب نهار الاول، غادي يجلسوا غيعيطوا على الاساتذه وغيجلسوا لطاولات المفاوضات، يجلسوا حتى مع الشيطان، احنا ماشي مشكل ياك سيدي، يجلسوا مع النقابات، يجلسوا مع النقابات. النوبه انا كندوي على البدايه، وغادي يقولوا شوفوا هاد النظام الاساسي. اذا اش غيديروا؟ نوريكم اش غيديروا. غيسحبوا النظام الاساسي وغيديروا زياده في الاجور بشكلين يعني معقول، زياده توافق هذه الزياده في الاسعار، لان كاين تضخم، زياده في الاجور بنسبه 100%، ولا يديروا غير 5000 درهم زياده ولا غير 4000 درهم زياده، مع سحب النظام الاساسي، مع حل الملفات العالقه. بالنسبه لك مشى 5000 درهم او 5000 درهم ما بقاتش كافيه، لان البعض تيقول لك انا قبل هذه الازمه وكل مره هادشي اللي عطا الله. لا لا، دابا هو هذه القضيه ديال 5000 درهم، 5000 درهم الاستاذ اللي مبتدئ ما عندوش الاولاد، ياك اللي مبتدئ ما عندوش الاولاد راه ما كافياش. اما بحالي انا اللي خدمت 24 عام، انا راه ما تكفانيش 10000 درهم. انا مثلا بحالي انا عندي انا اولاد كيقراو، عندي جوج اولاد مثلا كيقراو، كنعطيهم 4000 درهم في الشهر، ياك، وكاري ب 40000 ريال، ياك 4000 درهم، وكاري ب 40000 ريال، والطونوبيل كدير لي 1000 درهم، الحسبه ليك هكذا، عندك 4000 درهم، 2000 درهم، 6000 درهم، 1000 درهم، هي شحال؟ هي 8000، 8000 درهم، هاد 8000 درهم، الماء والضوء، واحد 10000 ريال، ياك، هي شحال؟ هي تقريبا واحد 130000 ريال، 130000 ريال ما فيهاش درهم بالنسبة لي أنا، ما فيهاش درهم ديال الصير ولا ديال شي حاجة. عاد الساك عاد مثلا الا عندك طريطات ولا شي حاجه غتبقى لك في المهندة 30000 مثلا. مثلا نخزن، وانا عندي كريدي دابا، ما كاينش اللي ما عندوش كريدي في الاساتذه. تصور دابا يعني الاستاذ 10000 درهم ما غاديش تكفيه، ماشي 5000 درهم، و 10000 درهم ما غاديش تكفيه، يعني لازم 2500 راه ما كافياش. الزيادة على الأقل، على الأقل خص 5000 درهم، 5000 درهم، وماشي 5000 درهم غتزيد على هذاك اللي بدا بوحدو، 5000 درهم لكل شيء، لأن كل واحد عنده، هذاك اللي بدا باقي عنده العائلة صغيرة، اللي كبر راه عنده عائلة كبيرة، راه كيصير. أنا ما دوينا على الأمراض، ما دوينا على المرض، على عائلة، خاصك ما تمرضش، خاصك ما تمرض، وخاصك ما تكونش عندك شي حاجة أخرى، ما تخرج دراري ما والو، إلى غير ذلك. وللأسف حتى هاد الوزارة ديالنا، حتى المخيمات ما كيديرهمش لينا. إلا كتمشي في الصيف خاصك واحد 7000 درهم ولا 6000 درهم غادي تصيرها، مين غتجيبها؟ شوف، هاد التلميذ هو الضحية، صحيحة، أنا أتفق معك. أنا كأستاذ ياك كنقول لك راه التلميذ البسيط والشعب راه هو الضحية، ولكن شكون السبب؟ السبب راه السبب في ان التلميذ يكون ضحيه هي الوزاره، والا راه في البدايه اش قلت لك؟ قلت لك راه الملف غيتحل بسهوله. اذا السبب شنو هو؟ السبب هو الوزاره. اذا الوزاره غتجلس تحل المشكل ما غيبقاش التلميذ ضحيه، حيت ماشي هذيك القضيه التلميذ ضحيه وكيجوا لي انا، انت لا السبب، انا راه سنوات وانا كنضحي مع التلميذ، راه كنضحي بصفر درهم. حنا راه التلامذ، كاين التلميذ اللي كنشريو ليه الكتب، راه كاين التلميذ، حنا راه كنضحيو مع التلامذ ديما ومن جيوبنا، ما يجيش شي واحد يقول لنا الضحي، راه التلامذ هو الضحيه، راه انا ضحيه قبل التلميذ، انا بعدا، راه حتى انا عندي ولادي، حتى انا حتى ولادي راه ضحيه، انا ولادي راه في المدرسه العموميه، عندي ثلاثه الاولاد، راه حتى هما ضحيه،
وقبل ذلك انا ولادي راه ضحيه، خصو يكون عندهم ما ياكلوا، خصو يكونوا في المستوى تاعهم يعيشوا بحالهم بحال الناس. نكون مرتاح في القسم ديالي باش نعطي، وباش نكون مرتاح خصني صالير ديال بصح. انا عرفت دابا دايرين واحد الحمله اعلاميه الى غير ذلك، كيحاولوا يديروا البوز ديك 2500، راه 2500 لا تعتبر زياده، نجيو من الاخر راه ماشي زياده، واحد القضيه انا عارف ستقترحوا زياده ديال 2050 درهم وتقترحت اعلاميا، وراه حنا غير قابلين ما قابليناش. حنا الزياده خصها تكون، خصها تكون الزياده في المستوى على حسب التضخم. وتحيه لداليا نو فلاشين، وتاكتيفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.